أمريكا لغاية الآن لأسباب مختلفة لا ترغب في التصعيد، وهذا شيء حسن بالنسبة لنا كعراقيين، ويجب أيضا كعراقيين أو كالدولة العراقية أن لا تعمل على التصعيد، لأن ذلك سيأتي لنا بعقوبات، وهذه العقوبات ستشمل المواطن العراقي. أنا وأنت أخ عدي، أخ أحمد، أخ كامل، عندما العملة العراقية تفقد قوتها الشرائية هذا يؤثر على ديارنا، على بيوتنا، ونحن في ظل هذه الأزمة نحتاج إلى قرار وإجماع عراقي. جميل. لا يجوز أن يقوم كون واحد فقط سواء داخل البرلمان أو داخل الحكومة أو القوات الغير خاضعة لسلطات الدولة باتخاذ مواقف على انفرادها. الموقف أي موقف عراقي وليس موقف وطني ما لم يوافق عليه السنة، ما لم يوافق عليه الكرد. نحن بحاجة إلى موقف عراقي وطني موحد إنسانيا لدعم القضايا الإنسانية داخل العراق وفي الشرق الأوسط، وفيما يخص القرارات السياسية أيضا يجب. طيب انتهت الدقيقة استاذ محمد. نعتبر دولة أنفسنا دولة محترمة، نعمل وفق القوانين الدولية، والدولة العراقية ملزمة أن تعمل كدولة وتراعي القوانين الدولية. أنا أشكرك.